صباح الفل على ابطال التحدي، الناس اللي معايا في التحدي القديم والناس اللي ان شاء الله اللي ناويه تدخل التحدي الجديد باذن الله. الفيديو ده انا عامله عشان اوضح شويه نقط صغيرين كده للناس اللي هي داخله معانا التحدي الجديد ان شاء الله، علشان يكونوا فاهمين احنا بنعمل ايه. بص يا جماعه، احنا مش صفحه رجيم بالمعنى المفهوم، يعني ايه؟ ما يكونش حد داخل متوقع انه هيلاقي مثلا ورقه هنفطر ايه، هنتغدى ايه، هنتعشى ايه، الحاجات دي. احنا بنعمل نظام حياه، وبنغير المنظومه كلها اللي احنا ماشيين عليها. يعني مش هينفع ان انا مثلا اقول يا جماعه يلا النهارده هنفطر بيض وكل الناس تفطر بيض، هنتغدى فراخ وكل الناس تتغدى فراخ. الكلام ده مش منطقي على فكره. يعني الناس اللي بتدي ورقه مطبوعه او رجيم او الحاجات دي غير قابله للتحقيق. ليه؟ لان تحديد كميات الاكل المفروض بتفرق من انسان لانسان حسب وزنه وعمره وعوامل كتير قوي. ما ينفعش اثبت الاكل لكل الناس او كميات الاكل لكل الناس. ايه اللي احنا بنعمله هنا باختصار؟ احنا بنحاول نرجع للاكل الطبيعي، اكل البيت. يعني انا ببعد تماما عن اي اكل مصنع باختصار كده علشان ما تجوش معايا. انا ببعد عن اي اكل مصنع وبرجع لاكل البيت، بعمل الاكل في البيت وكله اكل طبيعي واكل فريش. فايه هو اللي هيكون ممنوع معانا في التحدي ده؟ اي حاجه داخل فيها تصنيع باختصار كده. يعني اسم التحدي اللي انا بقول عليه اللي هو تحدي امسك فرشك وقف منتجات الدقيق عشان تخس. منتجات الدقيق دي متصنعه من القمح، والدقيق دخل في عمليات تصنيع كتيره جدا. طبعا الدقيق دخل في 90% من المنتجات اللي احنا متعودين ناكلها، مش من الاكل اللي موجود. الاكل موجود كتير الحمد لله ما فيهوش دقيق. خبز، عيش بالوانه، توست، كيكات، حلويات، بسكوتات، المخبوزات اللي في الفرن، البيتزا، المعجنات، يعني تقريبا كل العك اللي كلنا متعودين ناكله طول اليوم موجود في ايه؟ في منتجات الدقيق دي. اي اكل مصنع داخل فيه زيوت مهدرجه، داخل فيه املاح كتير، سكر كتير، كل الحاجات دي احنا هنوقفها. هنتجه هيكون اكلنا طول اليوم اكل طبيعي بس. ده باختصار التحدي اللي احنا عاملينه. طبعا هتسمعوا تعليقات كتير، وانتوا نفسكم انا سمعت التعليقات دي قبل كده من الناس اللي كانت موجود معايا. طب هناكل من غير عيش ازاي؟ طب ينفع احط بديل للعيش؟ طب اجيب توست اسمر؟ طب اجيب توست بني؟ طب عيش رجيم؟ طول ما انت بتدور على بديل للعيش عمرك ما تخس. طول ما انت ماشي على رجيم اللي هو حط ربع رغيف وحط نص رغيف في الفطار وفي الغداء وفي العشاء عمرك ما هتخس ومش هتنجح. هتخس ايوه في الاول كام كيلو بس عمرك ما هتكمل. مش هو ده النظام الصح. وجميع اللي هم الناس صفحات الرجيم او اخصائيين التغذيه اللي بيحطوا ربع رغيف او نص رغيف او الحاجات دي، ده بصوا من الاخر بيحاول يرضي الزبون. يعني علشان ما يدخلش في جدل مع الزبون ويقعد يسمع بقى تعليقات طب انا هشبع ازاي، طب انا هاكل ازاي، فبيريحه بالربع او النص رغيف ده من الاخر. لكن الصح الغلط غلط والصح صح. كل التعليقات اللي في دماغكم هتعرفوا اجاباتها في الايام الجايه. طب انا هشبع ازاي؟ طب انا هفطر ازاي؟ كل المعتقدات اللي في دماغنا ان انا مش هينفع اكل بدون عيش، او مش هينفع اكل بدون رز، مش هينفع اكل غير البيتزا دي او المعجنات دي، حياتي مش هتمشي اطلاقا غير لما افطر الصبح فول وطعميه وعيش كتير، في الغدا لازم رز وبطاطس وحاجات كتير. ليه؟ لان احنا اتربينا كده، احنا طول عمرنا في المنظومه دي. يعني انت نشات من صغرك وطلعت وكبرت بتاكل الحاجات دي، بتاكل الحلويات دي وبالكميات الكتيره دي. الحاجات دي علميا عامله ادمان عندك. يعني هو ادمان حرفي مش ادمان تشبيه، لا هو ادمان انت متعود عليها، ما ينفعش تعيش من غيرها. ما ينفعش تعيش من غير السكر الكتير اللي انت مدخله جسمك ده. ولو بدات تمنعه عنك هتتقريف ومزاجك هيتعكنن وتكون مودك مش مظبوط في الاول والحاجات دي. ولكن انت تحت تاثير الحاجات دي مش قادر تبعد عنها. حتى مش مدي لنفسك فرصه تجرب. اللي انا بطلبه منكم بس ادوا لنفسكم فرصه جربوا، ادخلوا معايا التحدي. الناس الابطال اللي دخلوا معايا الشهر اللي فات انا كل شويه بنزل التعليقات بتاعتهم ليه؟ والنهارده كمان هنزل شويه تعليقات ليه؟ علشان تعرفوا فعلا التاثير الكبير اللي الناس استفادت بيه لما رجعنا للاكل بس الطبيعي. احنا مش عاملين اي حاجه ولا مانعين اكل ولا مقللين اكل، وبناكل زي الفل وبنتبسط وبناكل كميات تمام التمام، والناس بتشبع كويس جدا والناس اكلها قل وبتاكل بالمعقول وبتاكل كل اللي نفسها فيه. قاعدين بس نغير طريقه الطبخ شويه وبنمنع الاكل الصناعي بس. هي دي الفكره الاساسيه بتاعت الصفحه، الاهتمام الاول بالصحه. انتوا اهتمامكم الاول انكم تنزلوا 3 4 5 كيلو، انا كنت كده لحد ما اتغيرت وفهمت الصح. الناس اللي اهتمامها بس على الميزان ان انا هنزل 4 5 10 كيلو سهل قوي باي رجيم في الدنيا هتنزلهم على فكره. اسهل حاجه في الدنيا انك تنزل 4 ل 10 ل 15 كيلو كمان، وفي ناس كتيره نزل بال 20 كيلو. ولكن هل يا ترى صحتك هتكون كويسه؟ هل يا ترى انت عارف هتعمل ايه بعد ما تنزل ال 10 كيلو دول؟ طيب هتكمل حياتك ازاي بعد كده؟ طيب انت هتنزل ال 10 كيلو دول وتفرح بنفسك وبعد كده ترد زي ما كلنا وانتوا وانا كلنا بنرد اكتر من الاول وبندخل وبنفضل بقى في الايه في الموضوع ده، ان احنا نخس وندخل نخس وندخل وحياتنا مش مستقيمه ابدا والامراض الكتيره المنتشره. فانا اهتمامي الاول يا جماعه على الصحه، وبالتبعيه هيجي التخسيس والرجيم. يعني ما تقلقوش الرجيم جاي جاي. انا عاوز اقول لكم التيشيرت اللي انا لابسه ده انا لسه جايبه امبارح بالليل، كنت منزل صورته امبارح هنزلها بعد شويه. ده مقاس سمول بفضل الله،
انا كنت بلبس دبل اكس، بلبس اكس ظرف تقريبا 7 8 شهور، وصلت لمقاس ميديوم وسمول على حسب التيشيرت اللي انا لابسه. بقول كده ليه؟ وانا وزني تقريبا ثابت، يعني انا نزلت في الاول وبعد كده في اخر 4 5 شهور مع الجيم والحديد وزني تقريبا بقى ثابت، بلعب في 2 3 كيلو بس، ولكن المقاسات بتتغير، وده اللي هتتعلموه بعد كده معايا. ما بقاش اهتمامي اصلا على الوزن، انا بقاش اهتمامي خالص على الوزن، وممكن كل 3 شهور لما اقيس وزني ولا انا طالع نازل على الميزان. انا مستمتع بالنظام اللي انا ماشي عليه، مستمتع بالاكل اللي انا باكله، حتى الرغبه في التخريب والرغبه في العيش والرغبه في الحلويات والحاجات دي اختفت تماما من عندي ومن عند الناس كلها اللي ماشيه معايا الحمد لله. المكتسبات الصحيه اللي هنشوفها ولا هتعرفوها ولا هتقراها في تعليقات الناس اللي انا بنزلها كل شويه، واللي انتوا نفسكم هتحسوا بيها مع بدايه التحدي، هتفهمكم ايه الغلط اللي احنا كنا بنعمله. الناس معايا على الجروب هي من نفسها اكتشفت ان كانت حياتنا كلها غلط، النظام اللي احنا ماشيين عليه كله غلط، التغذيه اللي احنا ماشيين عليها كلها غلط، احنا قاعدين ناكل اكل مصنع بس، هو ده اللي بيحصل. لو افتكرنا زمان الاب والام والجدود كانت صحتهم كويسه ليه، وكانوا بياكلوا اكتر كمان، وبياكلوا اكل ويقول لك بيشرب السمنه بالكوبايه وبياكل معرفش ايه وبياكل ايه، ان الاكل كله كان طبيعي يا جماعه، ما كانش في اكل مصنع، ما فيش مواد حافظه وما فيش زيوت مهدرجه، زائد مجهود بدني طبعا كانوا بيعملوه، ما كانش في عربيات ولا ترفيه ولا ريموت ولا موبايلات وكل الكلام الغلط في عيشتنا ده. فباختصار احنا هنرجع للطبيعه بس، مش هنعمل اي حاجه، هنرجع لاكل في البيت، ممنوع اكل بره، ممنوع مقليات، دي الحاجات الاساسيه، ممنوع اكل مصنع خالص علشان ما تتوهش ايه الممنوع وايه الممنوع. كل ما تيجي تاكل قول الاكل ده بتاع ربنا، فاكهه، خضار، لحمه، بيض، فراخ، سمك، زيت زيتون، سمن بلدي، اي اكل طبيعي، لكن اي اكل مصنع داخل فيه تصنيع ده اللي هنوقفه. بس ده باختصار. طبعا اي حد عنده سؤال يكتبه لي في الكومنتات، وانا كل يوم هنزل فيديوهات وهشرح وهستفيد في الشرح، بحيث انك هتكون داخل التحدي انتوا فاهمين كل حاجه. الناس المره اللي فاتت دخلوا معايا التحدي انا متابعهم يوم بيوم لحظه بلحظه، برد على كل الكومنتات كل التعليقات، بتلاقوني بنزل مواضيع فيها كل الاسئله اللي في دماغكم، بس اللي عنده سؤال يساله وانا هرد عليه. ولكن بس اللي طالبه منك حاجه واحده بس، ان يكون عندك اراده وعندك نيه للتغيير فقط، انا مش عاوز منكم اكتر من كده. خليك شجاع وخد قرار التغيير، قول لنفسك انا هتغير، انا هغير شكلي، انا هغير المود بتاعي، انا هنقص صحتي وصحه ولادي. يعني ده اللي هيكون في دماغنا، ده اللي احنا عاوزينه يا جماعه، ناخد قرار بالتغيير، تكون شجاع وقد التحدي وتكون بطل، مش هتندم، صدقوني اللي هيمشي معانا ان شاء الله مش هيندم، والدليل الحمد لله بفضل الله كل الناس اللي ماشيه معانا من بدايه الشهر التحدي، وفي ناس كمان كانت الحمد لله اكتشفت انه ماشيين ليهم 3 4 شهور معايا وانا ما اعرفش، بلغوني بعدين يعني، وكانوا شغالين على نظام الصفحه بدون انا ما احط نظام معين. الميزه عندنا ان مفيش نظام معين، فانت مش هتمل، مش هيجيلك زهق، مش هتزهق من ورقه الرجيم، هتاكل كل يوم اللي انت نفسك فيه، الاكل اللي انت بتحبه ولكن بطريقه صح بس، وهتاكل وهتشبع وهتتبسط وكل حاجه، وفي نفس الوقت هتتخس، واللي عنده امراض هتروح، المشاكل في القولون، امساك، ارتجاع في المريء، مش عارف ينام كويس، مشاكل المعده، كل الحاجات دي، ارتجاع في المريء، السكر هيتظبط، الكوليسترول بفضل الله والدهون الثلاثيه بتتظبط، يعني كل ده من كلام الناس، انا يعني ما الفتوش، من تعليقات الناس الحمد لله رب العالمين. يعني خد القرار وابدا وخليك شجاع وادخل بنفسك، ادي لنفسك فرصه انك تجرب، ما تقعدش بره بعيد تتفرج على الصفحه وتتفرج علينا وتقول انا مش قادر، مفيش حاجه اسمها انت مش قادر او مش عارف، لا كلنا قادرين وكلنا عارفين وكلنا عندنا القدره على التغيير، نغير نفسنا ونغير اللي حوالينا كمان، مش احنا لوحدنا بس هنتغير. النظام يصلح للكل على فكره، يصلح للاطفال، يصلح للكبار، كبار السن ما فيهوش حاجه غلط، احنا مش بنعمل حاجه غلط او حاجه مخصوصه لفئه معينه من الناس. ينفع للحوامل، ينفع للي بترضع، بس ينفع لاي حد، احنا بس بنعدل طريقه الاكل بتاعنا وبناكل اكل طبيعي بس، يعني النظام ينفع لاي حد يمشي عليه. اي استفسار اكتبوه في التعليقات وانا معاكم ان شاء الله، هرد لكم لحظه بلحظه على كل الاستفسارات، كل الاسئله اللي في دماغكم. وان شاء الله هتتبسطوا جدا، ومفهومكم للحياه ومفهومكم للاكل هيتغير تماما ان شاء الله. صباح الفل على الكل.